السلام عليكم، معانا الطابعة 633 سي دي دبليو كانون 633. هتعرف على المشكلة اللي في الطابعة. طبعا الطابعة مشكلتها ان في الطباعة، الطباعة بتكون باهتة، طباعة الطابعة باهتة. اول حاجة بنتجه ليها بعد ما نطبع الريبورت طيب انا عندي اللون الاسود اوكي، لكن في لما نيجي نصور صورة من سكانر تصوير نشوف تصوير بالالوان ونشوف شكل الطباعة. نطبع صورة ألوان من الكمبيوتر ونقارن بينهم عشان نشوف مشكلة في الحبر ولا الخلل فيكون في الطباعة نفسها من الداخل. الطباعة كانون بطيئة شوية. من أفضل الطبعات، هي قوية ولكن ألوانها بتكون في الليزر تشتغل على الطبع أفضل، بيكون الحبر الأصلي. طبعا الطبعة شغالة أحبار بديلة. نتعرف على الطبع نشوف الوقت ده كله، وهي واحدة الأمر نسخ الألوان. طبعا على راح نشوف إذا كان مشكلة الطبعة دي طبيعية ولا دي خلل في الطبعة نفسها. تم التهيئة طبعا، تبدأ النسخ، نتابع مع بعض عشان نعرف الخلل في الطبعة. طبعا كان 633. دلوقتي بشتغل على ورق لامع، تصوير الورق مش بطول في التصوير ولكن خلينا نطبع صورة من الكمبيوتر ونشيل الورق اللامع اللي بشتغل عليه. اشتغل على الورق العادي. لله الأمر، هنتعرف بعد كده ازاي نشوف مستوى الحبر. نشوف مستوى الحبر بقى عند رقب الحالة، معلومات الجهاز، معلومات الخرطوشة. طبعا الحبر في نسب 40-60-60، يعني الحبر في مليون. نرجع نشوف أمر الطباعة. خربان. هذا على الآلة. شفته؟
طيب دلوقتي هننزل نثبت برنامج الطبع بالشكل ده. بعدين نطبع من الكمبيوتر ونكمل الفحص بتاعنا. نتابع الخطوات مع بعض، خطوات التثبيت. بعد انتهاء التعريف عشان نتأكد ان هي اتعرفت تمام، ندخل على لوحة التحكم، عرض الأجهزة والطابعات، خش يا جميل، عندي الطابعة الظاهرة عندي كانون 633. نجرب نطبع صفحة الاختبار، فحص الطابعة طباعة صفحة الاختبار، نحدد تظهر العلامة. نسجل لك هنا قدر انتظار اسم ملف صفحة الاختبار، سجل تحت هنا. تبدأ تطبع الصفحة، نجهز الصورة اللي هنطبعها عشان بعد ما نطبع صفحة الاختبار نطبع الصورة ونشيك على الألوان. لازم كل حاجة خطوة بخطوة، لازم ناخد كل حاجة خطوة بخطوة عشان تقدر توصل للخلل وتعالجه بسهولة عشان ما تدخلش في متاهات. يبقى ناخد الأمور، أول حاجة الحبر، نطبع من الطابعة والسكانر، طبعنا صفحة الاختبار، نطبع الصورة للتصحيح. في بداية الأمر مكانتش بتطبع لأن مكانتش متعرفة على الكمبيوتر، فإحنا عرفناها وهنعرف برضو مع بعض. في بعض الناس كانوا بيسألوا إزاي يعمل سكانر، فبنخصص السكانر في الفيديو الواحد. مش صعبة يعني، ممكن من خلال الأجهزة والطابعات بيظهر لك في الخصائص بتاعتها، تشغيل المسح الضوئي وفي طابعات ما بتظهرش. اللي ما بيظهرش معاها الملفات على السكانر تقدر تنزل برنامج سكانر من الإنترنت تقدر تستخدمه عادي برضو. ديت عيب الطبعات الالوان، تاخد وقت لحد ما تطبع. لما تطبع حاجه ملونه تاخد وقت في الطبعات الكامله، تبرمج وتعمل تصحيح وتفضل حاطك في انتظار لحد ما تطبع. تقريبا كده الموديل ده دي حاجه طبيعيه فيه، لان نعرف ان كان بيطبع 8 صفحات في الدقيقه الوان، بطبع 18 اسود في الدقيقة. وخرطيش الحبر كل لون بتطبع 900 ورقة. دي طبعا اللي بيبقى التقرير اللي بيطلع. طيب خلاص ربنا جبرها اهو، هتبدأ تسحب الورقة وتحن علينا عشان نشوفها.
يا مسهل الحال يا رب. هتولد اهي. ولدت بالسلام. هات يا راجل. اوهو على الطباعة. طبعا من الكمبيوتر سيئة، الالوان سيئة طبعا. ده بيرجع للحبر. هنبدل خراطيش الحبر اللي هي مصابة او شاكين في اصابتها، وهنطبع صورة تاني. طبعا الاحبار بديلة وليست الاصلية، الحبر البديلة كلها. هنبدل الاحبار ونطبع تيست ونشوف الالوان امورها ايه. بدلنا علبتين حبر، غيرناهم وديناها امر طباعة، وننتظر تخرج بالسلامة. هي بدأت تطلع، كانت الأول بتبرمج وبدأت تطبع بسرعة بعد البرمجة. بسم الله. يعني الألوان إلى حد ما بدأت تظبط. طيب كده فاضل اللون الأسود، ما غيرتش اللون الأسود. هنبدل اللون الأسود ونطبع تاني. لاحظنا في الطباعة، دي طبعا الطباعة الأولية، دي في الليزر الطباعة التانية. أحمر كويس ظبط معانا، واللون الأصفر ظبط كده. اللون الأسود يس، اللون الأسود. حتى كمان الزهور بدأت تظهر. النسخة التجريبية رقم 3 بعد التعديل. يبقى كده عرفنا ان الخلل في المحابر وليست في الطبعة نفسها. نتعرف برضو على بعض الخلل اللي بيجي في الطبعات اللي زي ديت، منها جلد السحب مع الغبار بتتلف برضو نفس النظام. العدسات، عدسة الطبعة، يعني حالة من حالة الطبعات اللي هي 281 اتش بي، نفس النظام برضو، في عدسات، جلد سحب، بوردات، فيوزر، كل الاشياء دي. بعد ما غيرنا الاسود حصلنا على النتيجة المناسبة بالشكل ده. طبعا ما شاء الله طباعة زي الفل. طبعا ممتاز كده. يبقى الخلل كان في الحبر، و الطبعة طبعا امورها تمام. فحصناها يو اس بي، جلد سحب، فيوزر، كل الامور تمام. غيرنا الحبر ده، حتى كمان الالوان الاحبار البديله غير الاصليه. الاصليه بتبقى الوان اجمل من كده بكتير، لان مع الطباعه، مع كثره الطباعه، ممكن يكون طبعه الاحبار البديله بتديك النسبه عاليه، بس علبه الحبر يعني مع الشغل بتبدا تتلف في جلد المسح بتاعتها. الاحبار نفسها الداخليه بتخلص من كتر طباعه الصور. العمليه البرمجه بتاعت الشرايح مش بتبقى متوازنه مع اساس الحبر نفسه. فالامور ديت ما بتكونش مظبوطه غير في الاحبار الاصليه. الأحبار الأصلية طبعا بتيجي نسب 100%، بتعرف على الطبعة نسب 100%، نسب الحبر الداخلية ونسبة البرمجة بتاعتها. والمحابر بتكون خفيفة، المحابر البديلة بيبقى اللي زي ديت الدرامات بتاعتها بتبقى تقيلة شوية، فبتسمع تكات كتير. في بعض الطبعات متركبة بتطلع بصوت، بتزن، بتطلع صوت زن كده جامد في الطبعة، فأنت بتحس إن الطبعة بتتكسر من الداخل. فمتقلقش، ديت بترجع للأحبار اللي هي القطعة اللي بتركب في التروس والبنات اللي بتركب في الدرامات، بتعمل عملية دوران. لأن أنت تستخدم أربع درامات في الدوران. فالدينامو بيسحب أربع درامات وبيلفه، بيبقى قوي شوية عليه. المحابر الأصلية بتبقى ناعمة وبتبقى بتدور بشكل اسهل من كده وانعم من كده، ومبتطلعش اي اصوات.
إلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، وننتظر تعليقاتكم. لو في أي مشاكل في طبعاتكم نقدر نحلها لكم من خلال التعليقات إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.